طيب انا عايز اقول ان اخيرا يعني قري على كريستيانو رونالدو عمل شغل نار. والله العظيم فاكره كان اول 3 4 حلقات. بص انا لو هشوف هو بصراحه انت السبب، انت اللي ورا الموضوع اللي جاي كل ده. كل اصابع الاتجاه ملهاش حل، بتتجه ليا انا لوحدي قعدت انبر عليه بتاع 3 4 ايام ورا بعض. كويس انك بتعترف. لا دي حقيقه، الموضوع كان على الهواء مباشره. قولي لنا بقى يا ست الناس نتيجه نبري حصلت. الغلبان كريستيانو رونالدو حصل له ايه؟ افادت تقارير صحفيه بان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غاب عن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي، ده ضمن الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية. ليه بقى ده حصل؟ بسبب لدغة نحلة عملت له التهاب في قدمه اليمنى. وقال المدير الفني للمنتخب البرتغالي أصبحت قدم رونالدو حمراء للغاية، وأدركنا أنها لم تكن بسيطة لكنها ستكون عدوى في القدم وتمت معالجتها وبالمضادات الحيوية. يعني أنا مش عارفة أقول إيه الصراحة. ألف سلام يا رونالدو والله. عشان يبقى يعرف يستفزنا باخباره. قال صحي الصبح ونزل المحيط وتاني يوم مش عارف صحي الصبح وراح فين. ودي نتيجه الكلام ده هنعمل ايه؟ كانت اجازه قويه فعلا. خلينا برضو نضيف هنا عشاء. طبعا رونالدو احرز هو 99 هدف بانتظاره، كانوا يعني منتظرين وصوله من خلال هذه المباراه ان هو يوصل لرقم 100 بقى في مباراته امام كرواتيا عشان يصبح كده تاني لاعب في التاريخ بيحقق هذا الانجاز بعد الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات المهاجم الإيراني علي دائي اللي سجل 109 هدف. على كل حال يعني ربنا يقومه بالسلامة وما نسمعش عنه حاجة وحشة تاني.